السلام عليكم. الآن إن شاء الله عندنا محاضرة الموليكولر، محاضرة اللاب الموليكولر. اسم المحاضرة ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. شو الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي؟ شو الريستريكشن اندو نيوكليزز؟ شو الدي ان اي كلونينج؟ هسه راح نبلش فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اول شيء ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. باختصار ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي اللي هي اسمها الشائع هندسة الجينات. كيف يعني هندسة الجينات؟ شو يعني بالضبط؟ اني انا عادي اني انا اجيب قطعة دي ان اي من مكان معين واحطها بشيء ثاني. مثلا بجيب قطعة دي ان اي من عندي وادخلها وين؟ على البكتيريا. فبالتالي انا دخلت الجينات تبعاتي على البكتيريا وصارت البكتيريا تصنع الشغلات اللي انا اصنعها. مثلا اجي اجيب جين الانسولين الموجود عندي واحطه وين؟ بالدي ان اي تبع البكتيريا. فبالتالي البكتيريا راح تصير تصنع انسولين. فبالتالي الان الانسولين اللي يباع بالاسواق البكتيريا هي اللي بتصنعه، تمام؟ عن طريق الريكومبيننت دي ان اي. الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي كومنلي كولد ايش بسموها الاسم الثاني؟ جينيتك انجينيرنج، هندسه الجينات. شو هدفها؟ اني انا كومبايند دي ان اي فروم تو ديستينكت سورسز، اجمع دي ان اي من مكانين مختلفين. اكزامبل للدي ان اي فراجمنتس ار ايزوليتد فروم هيومن جين. مثلا بجيب الهيومن جين انسيرتد انتو ايش؟ سوتبل فيكتور مولكيول. الفيكتور مولكيول يعني هي الناقل اللي انا باجي بحط فيه الدي ان اي تبعي، بعدين بمسك الناقل مع الدي ان اي وادخله وين؟ على مثل البكتيريا. فالفيكتور هو مسؤول الدليفري. الدليفري باخذ هالبيتزا من المطعم وبروح بوديها لوين؟ لعندك على البيت، تمام؟ فالمطعم اللي هو الهيومن جين والبيت اللي هو البكتيريا. مين الشاب الدليفري؟ هو الفيكتور مولكيول. غالبا بيكون بلازميد، بيكون غالبا ايش؟ بلازميد. طيب انتروديوس للبكتيريا او اليست او اذر سيل اللي انا بدي اعملها ريبليكيشن، تمام؟ طيب كيف بدي اعمل العمليه هاي؟ دي ان اي كلونينج. دي ان اي كلونينج يعني اني انا اجيب اعمل كلون او اعمل كمان كولوني، يعني اعمل مستعمره كامله من البكتيريا اللي فيها جين الانسولين مثلا، تمام؟ كيف بده يصير هذا الشيء؟ اول شيء لازم يجي او مثلا على المثال اللي احنا شرحناه، لازم اول اشي شو يكون في عندي؟ لازم اول اشي يكون عندي الجين تبعي اللي هو الهيومن جين. بعدين باجي على الهيومن الجين اللي انا اخذته، هذا دي ان اي والدي ان اي كثير كبير، لازم انا اخذ ايش؟ جزء بسيط منه. فلازم اجيب ايش؟ اشي اسمه ريستريكشن انزايمز او ايش اسمه الثاني؟ اندونيوكليازز. اندو يعني جوا داخل، النيوكليز يعني بقص النيوكليك اسيدز الموجوده، فبقص لي قطع. فكتق الدي ان اي ات ايش؟ بريسايز لوكيشنز يوزنج ريستريكشن انزايمز. شو اسمهم الثاني؟ اسمهم الثاني ايش؟ اندو نيوكليز. طيب الشغله الثانيه سيلكتنج كلونينج فيكتور. بجيب الفيكتور اللي هو الشاب الدليفري زي ما حكينا، وغالبا بيكون بلازمت حكينا، وهون بحكي لك ممكن بلازمت او ايش؟ بكتيريوفيج دي ان اي. اعرف انه الفيكتور اما بلازمت او بكتيريوفيج. بعدين بجيب الفيكتور هذا بعمل جويننج تو دي ان اي فراجمنتس كوفالنتلي، بجمع بلزق الدي ان اي تبعي مع الدي ان اي تبع مين؟ تبع الفيكتور، بوصلهم مع بعض. مين المسؤول عن عمليه تركيب القطع جوا الدي ان اي؟ شايفين اسمها دي ان اي لايجيز. مهم جدا انك تعرف مين هو دي ان اي لايجيز بده يوصل. طيب بعدين صار في عندي بلازمت وفيه قطعه الدي ان اي تبعتي لانه الدي ان اي لايجيز ربطهم بعض. بعدين باجي بعمل موفينج للريكومبيننت دي ان اي فروم ذا تيست تيوب، التيست تيوب اللي فيه البلازمت، وبرد احطه بالهوست سيل اللي انا بدي ادخل فيها الجين هذا، مثلا زي ما حكينا البكتيريا، تمام؟ بعد ما احطه بالهوست سيل بتتكاثر البكتيريا هاي وكذا، بدي اعرف اي بكتيريا فيهم اخذت الجين هذا وصارت تتكاثر فيه. فبعدين بعرف selecting or identification او identify the host cell that contain recombinant DNA، لانه مش كل البكتيريا راح تاخذ الريكومبيننت DNA.
تمام او الدي ان اي. هذا السلايد مهم جدا لانه عندك خمس نقاط، فممكن يشيل نقطه ويغيرها ويجيب لك سؤال عليها بما انه خمس خيارات. فعرفنا اول شيء بتقص الدي ان اي، بعدين بتجيب الفيكتور، بعدين توصل الدي ان اي اللي انت قصيته مع الفيكتور كوفالنتلي، مين المسؤول عن هذا الشيء؟ دي ان اي لايجيز. بعدين تطلعهم كلهم من التست تيوب تحطهم بالهوست سيلز، بعدين بدك تعرف سيلكتنج وايدنتيفاي للهوست سيل اي هوست سيل اللي اخذت الدي ان اي، لانه مش كل البكتيريا راح تاخذ دي ان اي. تمام. طيب هون عندي مثال، هي البلازمد اللي هو مين؟ فيكتور كان، ماشي. فهذا البلازمد مثلا بيقول لك هون تيجي اجى ريستريكشن اند نيوكليز حكينا اسمهم، مثلا هذا اسمه ايكو ار 1 راح نجيه قدام ان شاء الله، قص المكان هذا. هسه مكان القص دائما بيكون اسمه بلندروم، برضه راح نجي، بس اعرف شو اسم مكان القص؟ بلندروم، يعني مش من اي مكان راح يقص. تمام. قص من مكان البلندروم، بعد ما قص من مكان البلندروم بجيب القطعه اللي انا اصلا من هون شلتها من الهيومن عن طريق برضه ريستريكشن اند نيوكليز، وباجي بوصلهم كلهم مع بعض. مين المسؤول عن ربطهم من هون ومن هون وهي يربطهم؟ شايفين شو اسمه؟ دي ان اي لايجيز. دي ان اي لايجيز وصلهم بعض. فهون صار عندي بلازمد فيه الجين تبع الهيومن اللي هي انا جبناه منها. واضح؟ هسه دائما بختاروا ايش؟ الايكولاي. يقول لك الايكولاي هي الفيرست اورجانيزم، اول اورجانيزم استخدمت بالريكومبنت دي ان اي. طيب ليش؟ ليش الايكولاي؟ ليش مش غيرها يعني مثلا؟ هسه بنعرف ليش. هذول اربع نقاط حفظ لانه ممكن يزيد نقطه خامسه ويحط لك سؤال. تمام. طيب شوف وائد انه انا بستخدم الايكولاي. اول شيء الايكولاي دي ان اي ميتابوليزم، يعني انا بقول لك الدي ان اي ميتابوليزم تبع الايكولاي انا فاهمه ويل اندرستود، مفهوم جدا، فانا عارف شو ممكن راح يصير هون وشو راح يصير هون وشو راح يصير هون. بينما مش اجيب بكتيريا ما بعرف شو الدي ان اي ميتابوليزم يصير، ما بعرف كيف بتصير عمليه ترانسكريبشن ولا ترانزليشن ولا 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 اي شيء. واضح؟ فاول شغله لاني انا بعرف الدي ان اي ميتابوليزم تاعها والاندرستود انا فاهمه كويس فبشتغل عليه. الشغله الثانيه انه الايكولاي عادي يعني بتتعامل مع الفيكتورز بشكل عادي، يقول لك بشكل طبيعي ناتشرالي اوكيرينج كلونينج فيكتورز اسوشيت وذ ايكولاي سوتش از بلازميد اند بكتيريوفيج. يعني بيقول لك بالوضع الطبيعي الايكولاي بتتعامل مع فيكتورز، تمام، فبالتالي ما راح يتغير عليها شيء لو انا جبت فيكتور وحقنته فيها. واضح. الشغله الثالثه انه الايكولاي ويل كاركترايز. كيف يعني؟ انه لما اجوا فحصوا الايكولاي جربوا يحطوا الدي ان اي على الدي ان اي تبعها والبكتيريا السل وهيك وهيك وهيك، اكتشفوا انه هي ويل كاركترايز لهذا الشيء يعني، واستجابته بشكل كويس دي ان اي افشنتلي فروم بكتيريا سل تو انذر. تمام. فهي البكتيريا الايكولاي بتتعامل مع عمليه النقل بشكل كويس. تمام. هاي تكنيكس ار افيلبل فور موفينج دي ان اي افشنتلي بشكل ممتاز يعني فروم بكتيريا سل تو انذر. طيب والشغله الاخيره انه الايكولاي سترينز ار هارملس غير مؤذيه، لانه احنا بالامعاء عندنا اكثر شيء شو فيه؟ مليان ايكولاي. تمام. طيب هسه نيجي لايش؟ الانزيم اللي قصقص الامور هاي شو اسمه؟ قلنا اسمه ريستريكشن اندونيوكليز او ريستريكشن انزيمز. يقول لك اول شيء ريستريكشن اندونيوكليز اسمهم ريستريكشن انزيمز، هذول بتعرفوا على مكان معين وبقصوه ريكوجنايز وكليف الدي ان اي ات سبيسيفيك دي ان اي سيكونس. قلنا شو اسمها سبيسيفيك سيكونس؟ بالندروم. بالندروم هسه راح نجي، ما بيقص الا من عند البالندروم. طيب ف وايد رينج بكتيريا سبيشيز بيشتغل موجود فيها الاندونيوكليز وناتشرال فانكشن ريكوجنايز وكليف الفورين دي ان اي. يعني بالوضع الطبيعي اي بكتيريا فيها ايش؟ اندونيوكليز. وظيفة الاندونيوكليز الموجود جوا البكتيريا انه يقص اي دي ان اي بده يدخل على البكتيريا. طيب غريب يعني، يعني كيف بيقص اي دي ان اي غريب؟ يعني اي فورين دي ان اي بس ما بيقص الدي ان اي تبع البكتيريا نفسها، ليش ما بيقص الدي ان اي تبع البكتيريا نفسها مثلا؟ انا بحكي لكم ليش؟ بحكي لك ليش؟ لانه الدي ان اي تبع البكتيريا نفسها بمناطق القص اللي هي ايش؟ البالندرومز مسوية عملية ايش؟ ميثايليشن. عملية ميثايليشن صايرة في عملية ميثايليشن للدي ان اي. ومين مسؤول؟ الانزيم المسؤول عن عملية الميثايليشن من اسمه دي ان اي ميثيليز. طيب شو الميثايليشن؟ هسه نيجي اذا تتذكروا بالمحاضرة
كنترول اوف جين، هاي محاضرة الكنترول اوف جين. كنترول اوف جين هون بعد ريجوليشن اوف ترانسكريبشن انيشيشن، هاي في عندي قطعة ايش دي ان اي كاملة تمام، وهذول نيوكليوسومز. اذا بالوضع الطبيعي لما يكونوا مفتوحات وبعاد عن بعض النيوكليوسومز بيقدر الار ان اي بوليمريز يمشي عليهم ويترجم هاي القطعة، واذا في اندونيوكليز يقدر يقص من هون، يقدر يقص من هون، يقدر يقص من هون، من وين ما بده بيقص. ليش؟ لانهم بعاد عن بعض النيوكليوسوم. عملية الميثايليشن، شايفين الميثايليشن اوف دي ان اي، بتجمعوا كلهم على بعض. فانا هاي منطقة البلندروم اللي بالوضع الطبيعي يصير لها عملية القص، كلهم متجمعين على بعضهم، فما بيقدر يقص من هون الاندونيوكليز. عرفنا ليش؟ اذا الاندونيوكليز تبع البكتيريا نفسها ما بيقدر يقص الدي ان اي تبع البكتيريا نفسها. ليش؟ لانه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق بالمكان اللي يتم عملية القص فيه البكتيريا عاملة ايش؟ ميثايليشن، فما راح يصير له قص. تمام. طيب نرجع. اذا عرفنا ليش، مين المسؤول، مين الانزيم اللي بيعمل ميثايليشن؟ دي ان اي ميثيليز. واضح؟ طيب ممتاز. هسه شو انواع الريستريكشن اندونيوكليز؟ الريستريكشن اندونيوكليز بنقسمه الى ثلاث انواع. النوع الاول والثالث بيحتاجوا طاقه، والنوع الثاني كثير بطيء وكثير نايط فما بيحتاج طاقه، النوع الثاني تمام. طيب النوع الاول اقوى نوع واشطر نوع وبقص ايش؟ مناطق كبيره تمام. فهو ايش؟ كليف دي ان اي راندوم سايت كان بي مور ذان 1000 بيس بير، بقص السايتس اكثر من 1000 بيس بير مع بعض تمام. النوع الثالث لا، بقص هو بس ايش؟ تقريبا 25 بيس بير بقص تمام. هذا النوع الثالث. اي بحكي لك both types 1 and 3 require energy، بده اي تي بي، بدهم طاقه. النوع الثاني لا تخربط انه هون الثالث والثاني، الثاني simpler ما بحتاج نو اي تي بي، ما بحتاج طاقه، وما بقص الا جوا السيكونس اتسلف، نفس السيكونس بقصها نفسها، ما بقص بيس بيرز زي الاول والثالث. عرفناهم؟ اذا الاول والثالث بدهم طاقه، الاول بقص 1000 بيس بير، الثالث 25 بيس بير. الثاني ما بده طاقه، بقص بس ايش؟ within restriction sequence itself نفسه، ما بقص اكثر من بيس بير. نيجي لمكان القص. مكان القص قلنا دائما بيكون ايش؟ شو اسمه؟ بالندروم او بالندروميك سيكونس. شو البالندروم هذا؟ كيف يعني؟ طبعا البالندروم بيقول لك غالبا بتكون من 4 ل 6 بيس بير. شو هو يعني؟ شو ميزته؟ طلعوا، شايفين هاي المربع هون؟ هذا بالندروم. شو البالندروم؟ البالندروم القطعة اللي الستراند اللي فوق انت تقرأه زي هيك، تلاقي الستراند اللي تحت يقرأ نفسه بس بالعكس. يعني جي اي اي تي تي سي انزل تحت شو؟ جي اي اي تي تي سي. واضح؟ بما انه يقرأ من فوق ومن تحت نفس الاشي، فبالتالي هذا بالندروم. مش جيب لك قطعة بالندروم تفكر انه نفس السيكونس يقرأ من الجهتين، مثلا هون سي تي تي بدك كمان تي تي سي حتى تقرأ من الجهتين زي كلمة توت ولا كلمة ليبيا. لا، السيكونس اللي فوق تقرأه من تحت بالعكس. ماشي؟ هذا ايش البلندر. طيب هسه بدنا نيجي بس عند شغلة اللي هي مثلا اذا جاب لي 1 سيكونس كيف بدي اعرف انه هي بلندر؟ انا بحكي لك كيف. اذا جاب لك 1 سيكونس وحكى لك بدي تعرف لي هي بلندروم ولا لا، يعني خلينا نعتبر هاي مش هيك مطعوجة، مستقيمة كان. لو انها مستقيمة كيف بدك تقراها؟ جي اي اي تي تي سي مستقيمة. شو بتيجي؟ تيجي لنصها وايش؟ تطعجها زي ما انا طعجتها من هون، اجيت من النص وطعجتها تمام، فصاروا ثلاثة على الجنب من هون وثلاثة على الجنب من هون. طيب شو يعني؟ هسه بحكي لك شو يعني. دائما بالوضع الطبيعي نيوكليك اسيدز شو هم اللي بيكونوا مرتبطين مع بعض؟ لازم بيورين مع بايريمدين، مظبوط؟ فبالتالي دائما الاي مين مرتبط معاه؟ تي، صح ولا لا؟ الاي مرتبط معاه تي، والجي شو مرتبط معاه؟ سي، مظبوط؟ التي مرتبط معاه اي، والسي مرتبط معاه جي. واضح؟ تذكروا هذا الاشي؟ طيب ممتاز. فبالتالي انا لما اجي اذا اعطاني 1 سيكونس باجي بقسمهم من النص وبشوفهم هل بيرتبطوا مع بعض، بما انه هون ارتبط الاي مع التي، وهذا بالوضع الطبيعي اصلا بيرتبط الاي مع التي، وهون اي مع تي، وهون جي مع سي. بالوضع الطبيعي هذول السيكونس بيكونوا مرتبطات مع بعض عادي بالدي ان، فبالتالي this is a palindrome. يعني مثلا لو اجى جاب لي سؤال
قال لي مثلا في عندك قطعة سي تي جي وبعدين ثلاثة فاضيات، وحكى لك هاي القطعة بالندروم، بس بدي تعرف لي شو الثلاثة الباقيات. بحكي له عادي، الثلاثة الباقيات لازم يكونوا القطع المكملات للثلاثة الأولانية، يعني الجي نيجي نقسم بالنص ونشوف الجي لازم يرتبط معاها شو هون سي، إذا هاي أول حرف سي. التي لازم يرتبط معاها هون شو التي مع اي، بالتالي الثاني اي، والسي لازم يرتبط معاها ايش جي، إذا هون جي، إذا سي اي جي هي السيكونس المكملة للبالندروم. عرفنا شو البالندروم؟ طيب ممتاز. طيب صليتوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا البالندروم. طيب هسه بيجي الاندونيوكليز ويقص من البالندروم. هسه عملية القص من البالندروم فيها مكانين، في اشي اسمه ستيكي اندز وفي اشي اسمه ايش بلانت اندز. ستيكي اند شو يعني؟ بلزق بأي مكان، ماشي بسرعة بلزق، بلانت ما برضي يلزق. طيب هسه نجيهم للصورة، بس خلينا نرجع شوي أو نقدم شوي. طلعوا الصورة هون، هذا اللي فوق ايش؟ بالندروم، هاي سيكونس بالندروم. اجا الهندي 3 اللي هو الهند 3 ايش؟ هو عبارة عن اندونيوكليز تبع الايش؟ هيموفلس انفلونزا بكتيريا. بيجي يقص السيكونس. هسه اذا السيكونس انقصت ظل حرف لحاله هون، شايفين؟ حرف لحاله هون. لما يكون حرف لحاله يعني ايش؟ في عندي بيس او نيوكليك اسيد لحاله، فهون بيكون النيوكليك اسيد لحاله بيحب انه يلزق باي مكان لانه لحاله بده يرتبط باي حدا، تمام؟ فبالتالي راح يكون هذا ستيكي اند. فاذا شفت انت سيكونس مقصوصه في حرف لحال زي هون وحرف لحال من هون، هذا تكون ستيكي اند، تمام؟ ليش؟ لانه في عندك واحد من الحروف ان بير، كلمه ان بير هي الكي وورد اللي انا بحكي عنها، ان بير. ليش؟ لانه غير مرتبط بشيء، فبالتالي بده يرتبط بشيء، تمام؟ تمام. طيب شو البلانت اند معناته؟ البلانت اند لا، باجع بالنص وبقص. فلما اجي اقصهم بالنص صاروا ثلاثة لحال وثلاثة لحال هون، فبالتالي مش محتاجين انهم يرتبطوا بحد لانهم هيهم ثلاثة مع بعض، فبالتالي هي بسميها بلانت اند. نرجع السلايد. فاذا حد اجى حكاك ستيكي اند اعرف انه ايش؟ ان بيرد. في عندك قطعة ان بيرد، فبالتالي تكون نفسها ترتبط باي شيء، فبتكون ستيكي اند بسرعة بتلزق. وهي الاكثر استخداما بالهندسة الجينات، انه هم يستخدموا ستيكي اند حتى تلزق باي مكان وبسرعة. بينما عندك النوع الثاني بلانت اندز بيكون ايش؟ نو ان بيرد، كلهم بيرد، فبالتالي ما بده يلزق، تمام؟ هي عرفنا اذا شو النوعين. شو احسن نوع؟ ستيكي اند. هاي الصورة الحكيمة، هاي نفس الشيء، تمام؟ هاي صورة ايش؟ البلانت اند، عفوا ستيكي اند، تمام؟ لما علينا، هاي الصورة نفسها اللي اول ايش حكيناها، انه كيف قصينا وركبناه ووصلناه مع بعض. مين انزيم؟ لايجيز دي ان اي لايجيز. طيب هسه بقول لك شو اسماء الريستريكشن انزيمز، كيف سموها؟ اول اشي بدك تعرف شو اسماء هذول، سهلين يعني، كل واحد حسب اسمه، من اسمه مبين. مثلا هون با ام اتش اي او ام اتش 1 عفوا. هذا بيقول لك اكتشفوه، بما انه بي اي اكتشفوه من اي او بي اي ام، البي اللي هي باسيلس بكتيريا، وشو السترين تبعتها؟ او الباسيلس ايش؟ بسلس اميونيسنس سترين سترين اتش، فبالتالي يسموها بي اي ام اتش بام اتش 1، لانه هي اول قطعه اكتشف اول اندونيوكليز اكتشف بهاي البكتيريا، فسموه ايش؟ بام اتش 1، ماشي من اسمه. هسه النوع الثاني الايكو ار 1، هذا اكثر الاكثر استخداما تبع الايكولاي. من وين اكتشفوه؟ من الايكولاي، اشريشيا كولاي بكتيريا، وهو كان اول انزيم اكتشف فيها هي نفسها، فبالتالي سموه ايكو 3 ايكو 1، فهو اللي دائما يستخدم فيها. النوع الثاني الهند 3 او الهندي. شو الهندي؟ ها قلنا هيموفلس انفلونزا، بس مش اول انزيم اكتشفوه فيها، الثالث، فبيستخدموه ثيرد ريستريكشن انزيم ازيوس من الهيموفلس انفلونزي بكتيريا، تمام. والنوع الثاني بي اس تي 1 اللي هو اول انزيم اكتشف من البكتيريا اللي هي اسمها بروفيدنشيا ستيورتاي بكتيريا، تمام. اول مره اسمع فيها طبعا، وانت اول مره اخر مره تسمع. طيب ريستريكشن انزايم، هذا فولوينج كاركترستكس، شو الخصائص تبعت ايش الريستريكشن انزايم هذا؟
يقول لك اول شيء most restriction enzymes recognize a single restriction site، يعني اكثر هنو اغلبهم بيجي يتعرف على مكان واحد وبيقص منه. ليش؟ طيب شو اللي ليش؟ لانه انا اذا جيت قصيت من مكان واحد بقدر ارجع اوصلهم بعدين، لكن اذا قصوا 500 قطعه شو بده يرجع يوصلهم؟ مزبوط. فاكثرهم بيقطعوا من مكان واحد وهو الافضل، تمام. فسنجل ريستريكشن سايت سنجل، ماشي، مش يحط لك دكتور جهاد مالتيبل تقول له اه مالتيبل كثير بعد. النوع الخاصية الثانية the restriction sites are recognized without regard to source of DNA، يعني ما بهمه شو source of DNA، سواء bacterial DNA سواء human DNA سواء شو ما يكون DNA بقص، هذا ما عنده، ما بهمه التخصص، بقص الطايح والطايح، تمام؟ إذا هاي خصائص. هسا نيجي للصورة هاي، الصورة هاي الدكتور جهاد حط لكم خط أحمر هون، يقول لك اللي فوق الخط الأحمر حفر. طيب من أسمائهم طبعا أنت بتكون عارفها، مثلا إيكو آر 1 اللي هو الإيكولاي، بس يعرف إنه آر 1 آر واي 13 مثلا. الهاي 3 هيموفلس إيجيبتي إيجيبتياس، الهندي هيموفلس إنفلونزي، الهاي موريكزيلا. في مرة بامتحان جاب لهم هذول، تمام. فأنت يعني إذا بدك تجيب العلامة هاي كمان حاول إنك يعني ها تكون عارف مثلا إنه الإيكولاي السيكونس تبعتها شكلها زي جي اي اي تي تي سي. طيب اذا انتم شايفين هون البلندروم منقص بلانت اند ولا ستيك اند؟ ممتازين، هون ستيك اند لانه هي قطعه لحال وهي قطعه لحال، بينما هون اللي فوق قص من النص فبتاع هاي بلانت اند، هون قص من النص فهي بلانت اند. فانت لو تحفظ انه في بس اثنين بلانت اند مطلوبات انك تحفظهم، اللي هو تبع الالو 1 اللي هو الارثروباكتر بيوتيس، والثاني تبع الهفلس ايجيبتس المصري، المصرية هاي البكتيريا المصرية بتنقص بلانت، والثاني اللي هو الارثروباكتر بنقص بلانت، تمام. يعني بدك تجيب العلامة حاول تشوف هذول عشان اذا جاب لك واحد منهم تعرف بأي بكتيريا. طيب ممتاز. هسه الشغلة الثانية اللي هو الدي ان اي لايجيز، شو وظيفة الدي ان اي لايجيز؟ الدي ان اي لايجيز انه انا بعد ما اجيب قطعة الدي ان اي بدي اوصلها بالدي ان اي تبع الفيكتور، مين بده يلزقهم اثنين ببعض ويعمل ليجيشن لهم ويربطهم ببعض؟ دي ان اي ليجيز، يوصلهم ببعض، تمام. بجيب الفراجمنتس تبعت الكلون وجوين مع بعض ويلزقهم. طيب شو الرابطه اللي بده يوصلها؟ الرابطه تبعت الدي ان اي. فالرابطه اللي بين كل سيكونس سيكونس شو هي؟ فوسفوديستر بوند، ماشي، فوسفوديستر بوند. ليش؟ لانه انا بده يكون عندي بالمنطقه فوسفيت، هي شايفين فوسفيت جروب، فهو بده يوصل الادجيسنت 3 OH مع ال 5 فوسفيت جروب، تمام؟ السيكونس تبعت الدي ان اي. طبعا الجوينينج باللايجيز يحتاج طاقه ولا لا؟ اكيد انت قاعد بدك تربط من هاي الجهه ومن هاي الجهه، فبالتالي يحتاج طاقه. اذا وين اللي مر علينا بالمحاضره ما محتاج طاقه؟ بس الريستريكشن انزيم اي رقم؟ 2 صح؟ The recombinant vector is then introduced into host cell، بعدين بدخله على الهوستل والهوستل بتعمل له امبليفاي، بتكثفه يعني بتصير تعمله بشكل كبير، تخليه كثير عندها حتى يصير له بعدين ايش؟ جنريشن للجنريشنز اوف سيل ديفيجن وبينقسم وكذا، بتصير تصنع البكتيريا. طيب هسه نيجي للموضوع اللي بعده كثير سهل، بيقول لك طيب شو بستخدم الاندونيوكليز مثلا هون بالموليكيولر عندي مثلا هون؟ بحكي لك بستخدمها بعملية المابينج. شو عملية المابينج؟ اللي هي اني ارسم خريطة الدي ان اي قدامي، اعرف شو قطعة الدي ان اي مثلا هاي وين وهاي قديش حجمها وهاي شو هي. طيب شو اللي بصير؟ بقول لك الريستريكشن انزيم بيجو اكت اونلي ات ايش سبيسيفيك سايتس، طبعا بيجو على سبيسيفيك سايت وبيقصوا، اللي هم شو سبيسيفيك سايت؟ البلندروم، ما راح يروح يقص من اي مكان. طيب ماشي، بعدين بعد ما يتقصقصوا راح يكونوا ايش؟ ديفرنت سايز دي ان اي، لأنه مش شرط يكونوا كلهم متساويين، مظبوط؟ فبالتالي بيكونوا different size. بعد ما أقصقصهم يكونوا different size، تمام؟ في عندي إشي اسمه إيش؟ جل إلكتروفوريسيس. جل إلكتروفوريسيس يعني هو جهاز فيه جل وفيه كهرباء إلكترو وفوريسيس اللي هي العملية اللي بدها تصير. شو اللي بصير عندي؟ بيقول لك أهم إشي تعرف من كل سلايد هذا إنه الفراجمنتس هذول بعد ما أقسمهم وأحطهم بالجل إلكتروفوريسيس يصنفوا ويقسموا according لإيش؟ للسايز، ماشي، لا للشحنة ولا لعشرة على الشجرة ولا لا أبصر إيش،
يصنفوا على الحجم، اللي حجمه كبير راح يعلق أول إشي، أي بيقول لك الحجم الكبير largest retarded يوقف أول إشي، بينما السمولست أقل واحد بضله معطيها لجوا بوصل لقدام. تمام؟ إذا المابينج تقسم according to sizes. تمام؟ للحجم. شو بصير عندك؟ بيقول لك الموفينج للتشارجد موليكيول is an in an electric field called ايش electrophoresis. يعني شو الالكتروفوريز؟ انه انا بجيب تشارج موليكيول جزيئات مشحونه وبخليهم يتحركوا جوا ايش مصدر كهربائي. تمام، قلت هاي اسمها جل الالكتروفوريز. الدي ان اي هو عباره عن نيجاتيف تشارج، مظبوط، فبالتالي بده يروح توورد البوزيتيف تشارج، بده يروح يمشي للبوزيتيف تشارج لانه هو نيجاتيف تشارج. طيب ذا دي ان اي موفمنت ان جل ديبند اون ايش، على ايش تعتمد حركه الموفمنت؟ اول اشي على قديش قوة الكهرباء اللي انا حاطها، electric field strength. يعني اذا كانت قوة الكهرباء كثير عالية بيكون ال positive charge طالع عندي كثير عالي، فال DNA راح يروح كثير لل positive charge مثلا. الشغلة الثانية على الجل pore size، يعني الثقوب هاي الموجودة، الثقوب قديش حجمها، اذا حجمها كبير راح يدخل كميات كبيرة، اذا حجمها صغير ما راح يدخل كميات كبيرة. ما راح احط لك concentration of agarose، مش عارف شو قصر الأجاروز، بس اعرف انه اذا حط لك concentration of agarose اعرف انه الأجاروز مسؤول عن الثقوب. تمام، والاخير اللي هو size و shape of DNA molecule. قلنا اذا size يكون كبير راح يعلق اول اشي، بينما اذا size صغير راح يفوت جوا ويوصل للخريطة الاخيرة. تمام، هسه بقول لك كل قطعة موجودة بالدي ان اي انا قصيتها هاي تسمى ايش بنسميها؟ بنسميها باند. ماشي، تلقاك كل قطعة شو بنسميها هون بالمابينج بنسميها باند. الباند هاي بقدر اشوفها عن طريق اي اشعة الالترا فايلوت لايت. تمام، بعد ما احطها بجل، عشان هيك بسموه جل الكتروفوريزا. الجل شو اسمه الجل؟ مهم جدا تعرف شو اسمه، بيجي سؤال اللي هو اثيديوم برومان. اذا اي قطعة صغيرة هي عبارة عن ايش اسمها؟ اسمها باند. الباند بعد ما احطها بشيء اسمه اثيديوم برومايد اللي هو الجل بقدر اشوفها بالالترا فايلوت لايت. المهم بالموضوع تحت انه بيقول لك وهون ذا موليكيول اوف ويتش انتركليتد بتوين ستاك بيسز دبل اكس ميكينج فلورسنت، يعني بتوصل هيك مثلا تو بروديوس فيزيبل باند حتى اقدر اشوفها لازم يكون ايش؟ اقل شيء طبعا هون قديش لازم يكون في عندي جرام من الدي ان اي، لازم يكون اقل شيء 5 ضرب 10 والسالب 9 جرام من الدي ان اي حتى اقدر ايش اشوفه. على الاقل لازم يكون الرقم هذا الرقم اعرف لي، اذا قال لك على الاقل لحتى يكون فيزيبل باند لحتى اقدر اشوفه قديش لازم يكون جرام من الدي ان اي، بتقول له 5 ضرب 10 والسالب 9. تمام، طيب which is for fragment of size، قديش الفراجمنت السايز اللي راح تكون هون وقتها؟ يقول لك هون يعني راح تكون الفراجمنت 3 كي بي. تمام، اذا اقل اشياء تكون 5 ب 10 والفراجمنت 3 كي بي، يعني بس اعرف الرقم من هذول شو تعرف شو القصه. هون الجل الكتروفريسز، هي الكترود هون السالب وهون الموجب، وهي بحط هون وشغل الكهرباء بنتشروا الشبيحه هون البانز بنتشروا بالمنطقه هاي، وبالتالي بروحوا على البوزيتيف سايت لانه كلهم دي ان اي، فبالتالي بدهم يمشوا لل والدي ان اي شو؟ الدي ان اي عباره عن ايش؟ عباره عن شحنته سالبه فبيروح للموج. تمام، وهون في جل، الجل شو اسمه؟ اسمه صار ايش؟ برومايد، احنا ايثيديوم برومايد. طيب السلوت اوف سامبلز اللي انا بحطهم هون قبل ما اشغل قطع الدي ان اي اللي حطيتهم اللي هم البانز هون بسموهم كمان ايش؟ ويلز. إذا قالك شو الويلز؟ الويلز اللي هم سلوت اوف سامبلز اللي انا حطيتهم هون. تمام، وهون البانز اللي ببينوا بعدين. طيب هاي شايفين كيف بينوا؟ فهون بعرف انه مثلا القطعة هاي بما انها موصلة فوق بيكون حجمها صغير، بينما مثلا هذا الشب اللي هون بما انه وصل غير شوي فبالتالي بدي اعرف انه ايش؟ دبدوب. هون نفس الشيء، هاي قطعة صغيرة هاي راح تكون كبيرة عشان هيك ما مشيت، لأنه يعتمد على سايز بس. صليت على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هاي المحاضرة حضرت اللاب كثير سهلة وحلوة،
وهذا هيك صور حكي فاضي. هون بحكي لك كيف وصلناهم وكذا. هون تتكاثر البكتيريا وبتصير تصنع، بصير هاي جواتها اللي لونه اخضر هون، الجين اللي انا كان بدي اياه الدي ان اي فريم. ف راجع المحاضرة على السريع، اعرف الشغلات المهمة اللي حكينا عنها والشغلات الملونة باخر سلايدات، وركزوا على الشغلات اللي حكيناها في الخط العريض لانه هي اللي بتجي من هالاسئلة. وتوكل على ربنا، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى ييسر اموركم وتجيبوا اعلى العلامات بمادة الموليكيولر، واعرفوا ان التوفيق دائما يأتي من الله سبحانه الله يأتي من الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا يطلب بالمعصية. فكونوا مع الله زي ما الله سبحانه وتعالى بده، فالله سبحانه وتعالى ييسر أمورك زي ما أنت بدكم. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. سامحونا على التكسير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.